وبشأن ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد رئيس قائمة الرافدين في البرلمان النائب ينادي مكناس. سيادة النائب مرحبا بكم. مجلة كريستيانيتي توداي الأمريكية تقول إن أمريكا تنصلت من مساعدة الأقليات في العراق بحسب وصفها، يعني نحن هنا لا نستخدم عبارة أو مصطلح الأقليات ولكن حسب ما وردته أو أوردته المجلة. لكن سؤالي هنا سيادة النائب، ما هي نوع المساعدة التي كانت تحتاجها هذه الأقليات؟ ألو؟ ألو؟ تفضل سيادة النائب، هل سمعتني؟ ألو؟ تفضل، أنا معك على الهواء. أنا انقطع الخط، إذا تكرر السؤال ما هي المساعدة وانقطع الخط. سيادة النائب ينادم، مجلة كريستيانيتي توداي الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة تنصلت من مساعدة الأقليات في العراق. نحن هنا في قناة الرافدين لا نستخدم مصطلح الأقليات ولكن ما أوردته المجلة حصرا. ما هي نوع المساعدة التي كانت تحتاجها هذه الأقليات بحسب وصف المجلة؟ يعني لا، أنا لا أقدر أن أتحدث باسم المجلة، ولكنه وجهة نظري حماية الأقليات أو المكونات الصغيرة في العراق الدينية والإثنية ليست مسؤولية أمريكا، هذا شأن داخلي وطني، ولكن اللوبيات أو لأقول الجماعات الضاغطة في أمريكا من أجل إعادة الأعمار في هذه المناطق، هذا الذي أثر على أن أمريكا وبعد الفساد الكبير الذي ارتكب ولا يزال، والفساد والسرقات الكبيرة وضياع المبالغ المرصودة لإعادة الأعمار، جعل من الرئيس أو نائب الرئيس الأمريكي أنه أن يقرر أن تكون هذه المساعدات مباشرة على الأرض ليس للمكونات الإزيدية والمسيحية وإنما لرجال أعمال محليين، وليس عبر هذه القنوات الطويلة الأمم المتحدة ثم المحافظة، ويسجل 2000 عامل يوميا وفي حين لا يوجد 200 عامل داخل موصل للرفع الأنقاض وإلى آخره من ممارسات الفساد التي حصل. يعني العام الماضي حسب علمنا 85 مليون دولار في هذه المناطق، هو لا أعتقد من 85 وصل ولا 20 مليون وصل. طيب سيادة النائب، المساعدات الأمريكية كانت تذهب إلى الحكومة يعني إلى خزينة الدولة أم تذهب إلى الكنائس العراقية؟ كلا ليست كلا لخزينة الدولة، وإنما الأمم المتحدة منظمة UNDP وليبي عبر المحافظة السلطات المحلية. أنا أقول كل هذه الحلقات طيب الأرض يعمر دارا واحد الأمم المتحدة والحكومة لحد الآن. طيب سيادة النائب، الذي أريده هنا من تحديدا الذي قام بهدر أو سرقة هذه المساعدات؟ يعني بداية الفساد هو كبير، بدءا من بعض الموظفين التابعين للأمم المتحدة. يعني بدلا ما تشتغل المحلية اللي هي بدولار ومشتروه من الإمارات 7.5 دولار، يعني هذا مو فساد، هدر مهام. ثم تحول بعض الموظفين المحليين في أربيل نينوى، هذه الموظفين مين يعني يسجلون ينظفون شوارع الموصل في حين لا يوجد شخص ينظف شوارع. طيب سيادة النائب، كما وصفتها أنتم المكونات الصغيرة يعني تعرضت خاصة بعد عام 2003 إلى ربما تكون هناك يعني عمليات تصفية جسدية مارستها تنظيمات إرهابية وأيضا ميليشيات ومجاميع مسلحة هي من قامت بتهديد هذه المكونات الصغيرة. الآن من يهدد المسيحيين في العراق سيادة النائب؟ يعني بداية هو التهديد ليس تهديد فقط للمسيحي، وانما عند قابل الاعصار اذا تضعف سلطه القانون في اي بلد من البلدان بالتاكيد المافيات تشتغل، واذا كان هناك ناس تحت خط الفقر ولا يوجد تنميه ولا يوجد فرص عيش فرص عمل للمواطن عيش كريم وعمل بالتاكيد تزداد الجريمه، ومن ثم راس المال جبان، يعني ما يجي لك في منطقه سلطه القانون بها ضعيفه ورشاوه وفساد وبالتالي تتوقف التنمية وتزيد الجريمة. هذه عوامل ضاغطة لطرد المجتمعات الصغيرة أو المهمشة أو المجتمع الضعيف.
طيب سيادة النائب أخيرا، ما الهدف من هذه التهديدات؟ هل هي فقط من أجل التغيير الديموغرافي في المناطق التي يتواجد فيها المكونات الصغيرة مثل الأيزيديين والمسيحيين وغيرها والشبك وأيضا وغيرها من المكونات الصغيرة؟ هل يعني فقط الهدف هو تغيير ديموغرافي في تلك المناطق؟ يعني هو مركب بالحقيقة، ذات أبعاد مختلفة، ليس فقط التغيير الديموغرافي، وإنما الجريمة المنظمة في بغداد والبصرة لا علاقة لها بالتغيير الديموغرافي. المافيات السطو والمسلحة اليوم، آسف أن أقول، معدلات الجريمة في بغداد سواء كان السطو المسلح أو التسليب أو التجاوز أو غير ذلك، اغتصاب، كل يوم هناك حوالي 100 جريمة تسجل في بغداد. هذه لا علاقة لها، إنما ضعف سلطة القانون ومن ثم ضعف فرص العمل والعيش الكريم والبطالة وإلى آخره، أن الجريمة ترتفع بالتأكيد كما هي في باقي بلدان العالم. فهذه جانب. أما الجانب الآخر، المسيحيين والإيزيدية في سهل نينوى ضحايا صراعات بغداد وأربيل على أنه عائدية هذه المناطق، هل هي جزء من الأقليم، هل هي جزء من بغداد، والناس صاروا ضحايا تحت هذا الصراع ولحد هذه الساعة. من بغداد رئيس قائمة الرافدين في البرلمان النائب يونادم كنا، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.